أنا عاوز مش أقل من مئة ألف شخص عاوز مئة ألف مؤمن مسيحي إنه هذا الشهر يرفع غزة بالصلاة طبعا اللي بتابعونا على, الفيس على الفيسبوك هي دعوة للانضمام معنا في الصلاة وهذا الشهر كله لآخر شهر نوفمبر رح يكون مخصص إنه نصلي من أجل غزة وشعب غزة خلينا نصلي أحباء إنه الرب يوقف الحرب في غزة خلينا نصلي أن رب يخفف المعاناة معاناة الشعب لأنه صعوبات يعني الصعب يتصورها وأن كل المساعدات والإعانات وبناء البيوت والمستشفيات وكل الإمكانيات تيجي بسرعة هائلة جدا بفترة بسيطة تتحول كل غزة إلى إلى جنة ربنا يسدد جميع احتياجاتهم خلينا نصلي من أجل حماية الأطفال شو دخل الأطفال اللي بتموت مثل ما ذكرت هاي الأم اللي فقدت طفلين وتخيل ألاف الأطفال اللي ماتوا في هذه الحرب شو استفدنا خلينا نصلي من أجل السلام في المنطقة والدول المحيطة نصلي من أجل الحكام من أجل الرؤساء حتى لو ما كان عندهم حكمة نصلي أن الله يلمس قلوبهم وحياتهم خلينا نصلي من أجل حلول عادلة مش يعني فيها نفاق أو مظلمة خليها تكون قرارات صحيحة من الحكومة والمنظمات خصص وقت يوميا هذا الشهر إنك تصلي من أجل غزة فيك ترفع قلبك في صلاة صغيرة وإذا أنت بتتجاوب معي اكتب بسرعة على يعني رسالة قصيرة قول حتى هيك لو علامة الصلاة نعرف انك انت عم بتصلي معنا بصراحة انا عاوز مش اقل من مئة الف شخص عاوز مئة الف مؤمن مسيحي انه هذا الشهر يرفع غزة بالصلاة خلينا نصلي انه فعلا اذا الله بيدعو كل هذه الفئات انه نصلي رح نشوف تغير جذري في, في غزة خلينا نصلي انه الله يبارك بلادنا ما حدث شيء كارثي فوق كل تصور دم, دم الاطفال, الأطفال الفلسطينيين مش رخيص دم, دم الاطفال, الأطفال الفلسطينيين مش رخيص